إمعانا في عدوانه، يستخدم جنود الاحتلال قنابل الغاز المدمع أثناء تظاهر الشباب على طول الحدود شرقا. الغاز ليس فقط مسيلا للدموع، فالحالة التي يظهر عليها من يتعرض له تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأنها غازات سامة مجهولة المكونات، تؤدي لتشنج واختناق وفقدان للوعي، تحتمل في كثير من الأحيان النقل إلى المجمعات الطبية. تم نقله من المكان ونحطه في سيارة الإسعاف ونخليه من المكان نفسه أول حاجة، ثاني حاجة بتعامل معه ونحط له أكسجين حسب وضع الحالة. طبعا في حالات بتدخل في كونفلجن، في حالات دسنية، في حالات حسب وضع الحالة، وبتم إخلاءها للمستشفى الميداني، وإن تم غاد بتم التعامل معها ونقلها إلى المستشفى إذا احتاج الأمر، نقلها إلى مستشفى الشفاء. ومع إطلاق زخات من قنابل الغاز الذي ينتشر بشكل سريع بفعل الرياح، تتحول الأجواء فيما يشبه السحب الضبابية الملوثة التي لا تترك كائنا حيا إلا وتؤثر فيه سلبا. غازات حسب تحذيرات الأطباء تبدأ أعراضها بالاختناق والحرق، وقد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات المزمنة. دراسات أثبتت أن الغاز المسيل للدموع ممكن يؤدي إلى تكوين مادة السيانايد، وهي مادة سامة، أيضا يؤدي إلى يعني زيادة في إنزيمات الكبد وخلل في وظائف الكبد، له تأثيرات حارقة على الجلد أيضا. كل هذه التأثيرات السلبية ممكن يؤدي إلى قيء شديد ووفاة في النوع الثالث اللي هو CR من الغازات المسيلة للدموع. المؤسسات الحقوقية طالبت بالوقوف على طبيعة الأسلحة والذخيرة والغازات التي يستخدمها الاحتلال والتي تخالف المواثيق الدولية وتصنف بجرائم حرب وفقا لنظام روما. أي خرق لقوانين الحرب وقوانين وقواعد القانون الدولي الإنسان وتحديدا لأحكام اتفاقية لاهاي واتفاقية جنيف يعني وجود جريمة حرب أو انتهاكات جسيمة تستوجب المساءلة والمحاسبة، وهذا يستدعي من الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف القيام بواجباتها في حماية هذا الاتفاق في كل زمان ومكان، والبدء بمسار جدي لعزل ومقاطعة ومقاضاة دولة الاحتلال، إلى جوار أيضا إحالة هذه الملفات إلى محكمة الجنايات الدولية وتهيئة الأوضاع الفلسطينية وبالذات القضاء الوطني الفلسطيني لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم. وحتى استجابة المؤسسات الحقوقية بفتح تحقيق ولجم الاحتلال عن ممارسة اعتداءاته وجرائمه، يستمر الشباب بالخروج كل ثلاثاء وجمعة إلى الحدود في شكل من أشكال التضامن والتعبير عن الغضب والرفض للقرارات التي تمس الحقوق الفلسطينية كافة. غازات سامة ورصاص متفجر وأسلحة محرمة دوليا يواجه فيها جنود الاحتلال الشباب الأعزل المنتفضة على طول السياج الحدودي شرقا، متعمدا إيقاع أكبر عدد من الجرحى والإصابات التي تؤدي إلى إعاقات غير آبه بالقرارات والقوانين الإنسانية والدولية، ومرتكبا المزيد من جرائم الحرب دون رادع أو محاسب. من على الحدود شرقا، صفاء الهبيل، تلفزيون فلسطين.